وشخص 4 مليون دولار، وهذا الشخص بتعمته زوجة القاضي بليغ حمدي اللي هو تربطه علاقة جيدة مع جعفر الخزرجي، وهو متزوجها بالسر، وأمها تلعب ما تشاء اليوم بعنوان سيدة أعمال في مجلس القضاء الأعلى وتقرر ما تشاء، والقضاة في الرصافة فقط يوقعون على ما تقرره تلك المرأة. وهذه المرأة قاعدة ببيت طه ياسين رمضان وتاخذ فلوس هاي الناس الخايبة وتوديها لداعش وغير داعش. أما القضايا بعد كثيرة حقيقة، يجوز أتكلم لكم كلش كثيرة. مصرف الشمال، أكو قضايا تعودنا عليها إحنا بالعامية نقول هاي القضية ما يرادها قاضي، يقدم 2862 فاتورة شراء دولار مزورة. هذا لو مسكين ومقدم له جنسية مزورة صار بي، لو ما عنده حزب وما عنده واحد يسنده، أنا أعرف شخص خطأ بالجنسية صفر صايرة 9 حكمه. هذا يقدم 2862 فاتورة شراء مزورة ويطلع إفراج، ما ينام له ولا ربع ساعة بالسجن. ليش؟ لأنه وراء فلان وراء علان. المبالغ اللي جاي تدفع بدبي، مبالغ جاي تدفع ببيروت، مبالغ جاي تدفع بعمان. اخوان اذا ما صير بداخلنا ثوره ضد الفساد ما تنحل قضيه الفساد. انا ما اقدر احلها، يجوز يقتلوني بعد ساعه. انعرض علي اول البارحه 6 مليون دولار حتى اسكت، ويعطون اكثر اذا اريد، ولكن واحد ايش قد اصمد ايش قد اوقف ما ادري. صحيح بعض المعلومات اللي قدمناها ما بيها دليل، ولكن دليلها وين؟ يقول لك من يقول هذا ابو مصرف الشمال من طرشوه؟ صح، من يقول هذا؟ ماكو واحد انتقاضي بيده. اكو واحد انتقاضي بيده؟ بيد السائق، بيد الحمايه، بيد مدير المكتب، بيد واحد فاتح له محل جميله، هذا هيك ينطون. يجي القاضي يحقق وياه يقول له انت انطيت للقاضي بيدك؟ طبعا يقول له لا ما انطيت. ويا قاضي يجي يستلم بيده؟ ضحكون على نفسكم؟ لو اي واحد ترجون تلفلفوه، لو يشهد عليه واحد من نتوك ومن اهل البصره تقولون صحيح. بس من واحد يجي يقسم لكم بالقران على انه دفع هالقد مبلغ ما حد يصدقه. والله جيب لي دليل مصور، كنت مصور القاضي من انطيته، شو شلون يصور القاضي من انطاه؟ ليش هو من يقدر يطلب القاضي؟ انا نائب ما اقدر اطلب القاضي. فاقول من واحد مقدم 2862 وثيقه مزوره ويطلع براءه، يحتاج نقول بانه هذا منطرش ولا ما منطي؟ واضح هذا الموضوع. المنطق والحجة والعقل والقلب والعاطفة والمشاعر تقول هذا منطي، يعني اكو اطمئنان بانه هذا استلم، وغيرها الكثير. اخوان عندما تحدثنا عن فساد البوينغ بال 2012 و2013 اغلبكم تتذكرون، انا اتذكر وجوهكم. كثير منكم بذاك الوقت قال دكتور وبعدين ورا ما كشفتوا هاي الملفات ايش راح تسوون؟ والله احنا حلناها للقضاء بعد ما لنا علاقة. طلع القضاء هو مصدر المصائب. تروح القضية تموع، تروح القضية تنتهي، تروح القضية وهاي المصارف تشتغل دق ملايين الدولارات. اليوم اكو قضية هسه بدبي فاتحتها الاستخبارات في دبي، استخبارات الإماراتية، عن 7 أصحاب مصارف أهلية لاقيهم في مطعم الخيمة في المارينا
يدفعون كل واحد مليون دولار جايب ولا شخص مسؤول في نزاهة العراق. مو عيب علينا الإمارات تفتح تحقيق وإحنا ننتظر نتفرج ندور دليل؟ والإمارات ستتخذ قرار، بارحة بالتليفون مع أحد الأخوة هناك يقول سنتخذ قرار بتنظيف الإمارات من هؤلاء السبعة، ومن باب أولى إحنا ننظف العراق من هؤلاء السبعة؟ مو سبعة، ذولا سبع آلاف مو سبعة. قال هاي اسمع عندي هسه إذا طلع لكم إياها ظل صافن. زين إلى متى؟ إلى يوم يرجع يداوم ويروح لنقيب المحامين حسب نقل أحد القضاة وأنا رفعت دعوة، يقول له والله هاي لأنه سجنة وزوجة الدكتور، أنا زوجتي ما طاب المحكمة غير بس يوم عقدت عليها بسبعة وتسعين. ما طبت غيرها ولا طب وراها. يقول له والله زوجتي اسمها غفران، ولا أعرف واحدة اسمها غفران، لا زوجتي ولا يم ولا أعرف. تروح أنت كنقيب محامين ومكان ما تجي تدافع عن أبناء جلدتك وأبناء شعبك أنت ابن الناصرية، تروح للقاضي تقول له أنا وياك وهذه أباطيل وهذه أكاذيب ولازم نوقف ضدها. والله يا أخوان والله والله أني هذا جعفر ما أعرفه وجها لوجه، إذا تلقاني ما أعرفه، هسه إذا قاعد بنصكم جعفر ما أعرفه، لا عندي موقف وياه ولا أعرفه من وين ينتمي ولا أعرفه سني لو شيعي ولا أعرفه كردي لو عربي ولا أعرفه من بغداد لو ابن الحلة، ما أعرفه. ولكن معلومات توفرت، وثائق ومستمسكات توفرت، رحت للقضاء قدمت، اليوم يرجع يداوم، ما عندي غير الإعلام. فأنا جاي خاطبكم أنتو وخاطب من خلال شاشاتكم أبناء الشعب، وأخاطب كل الشرفاء مدراء القنوات مالتكم العامين اللي أنا أعرف جزء كبير من عندهم إن شاء الله شرفاء وطنيين، خلي يسمعوني الآن، إذا ما توقفون وياي ما أقدر أسوي شيء. إذا ما تظهرون الحقيقة وتظلون تلحون على هذا المجرم صدقوا بالله يلتف هذا الموضوع ويلف ولا كأنه شيء صاير، ويرجع هذا إن رجع مرة ثانية يرجع أشد مما كان عليه. وإذا رجع صدقوا بالله يا إخوان أكو واحد اثنين تعاونوا ويانا البارحة مخابرهم قال لهم إذا رجعت أوصلكم للإعدام، حتى الناس خايفة اليوم مخابرهم ما حد يرد على التليفون لأن يقول لك والله تتراوس قضيته مثل ما تراوست قضايا البقية. أرد أسأله أقول له قضية المجمع شلون حليتها؟